سيد مؤمن تستطيع أن تسمع وصية الزهراء؟ الله يرحم المرحوم، كم كان محبا ومواليا لأهل البيت ويسير على خطهم، دمعته تجري. يوم أن أقرأ على هذا المنبر أتذكره وهو هناك جالس، والآن روحه تشتاق إلى تعزية أم أبيها هذه الليلة، يحب يعيش وياكم التعزية. ولذلك في يوم ختام مجلسي التعزي وكسار فاتحته نقرأ هذه المصيبة للزهراء ونهديها إلى روحه الطاهرة. يا علي اجلس، لبيك يا أم الحسن، لبيك يا بنت الرسول، يا ابنة الصفوان. قالت يا علي إذا أنا مت غسلني. هذه كلمة بسيطة يسمعها علي. كفني صلي علي ادفني، لكن ما سكتت هني. وش قالت؟ إذا غذأت الأصوات ونامت العيون ولا تدع أحدا من هؤلاء القوم الذين ظلموني يحضر جنازتي، تزوج بابنة أختي أمامه. أريد أسمع صوتك أبو حسين تقرأ القرآن عند قبري ليالي الجمعة. فترقرقت عبرة علي. أخش زايد عليك اليوم يا زغرة تلوجين بطلي ونينك ذاب قلبي لا توني. يا أم الحسن بطلي الونين جاوبيني، شوفوا يا أولادك بالبواج مذوبيني. صاحت يا حيدر فرقوا بينك، ودعت الله أمس أفرع عنك يا أبو حسين. إلا من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامه، تزوج عقب عيني يا ابو حسين بأمه. بس الله الله عقب عين بهليته، سكن خواطرهم ونشف دمعة العين. جمع أصحابك عقب موتي وجهزوني، يشيلوا الجنازة بليل خفية وادفنوا، واللي كسروا ضلعي وبالباب عصروا، لا يحضرون جنازتي يا مشيدتي. ما قصروا يا مرتضى رضوا ضلوعه، لليوم من ضرب الرجس ما سكن رأ. أنا بعد على المختار ما نشفت دمو، إلا طبل ولا طملي فوق خدي ومحجر العين. ويل اللي قلها الوصل ممدوح بالسبع، بالسبع المثال. انتي يا زهرة والنبي كنتو كنتو وركا، السن هدام يم الحسن ركني الثاني، مظلم علي البيت يا ست النساء. فلأي الأمور تدفن ليلا
مضعة المصطفى ويعفى ثراها.